السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا فلاشين ليدي ياقوت. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم وقيلة اول مره في القناه، غادي ندير لكم واحد الوصفه زوينه كتجي رائعه وكنحتاجوها نيت للفطور والوليدات في الكوتي، بزاف د الحوايج كتنفعنا، وهو بغيوش بالجبن والزعتر. غادي تبقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. الوغ على بركه الله غادي نحتاجوا الدقيق الابيض، نوع ممتاز ديال الحلويات، يكون هكا رطب. غادي نحتاج معلقه ديال السكر، معلقه صغيره ديال السكر. غنحتاج ياغورت مسوس، ساشي ديال الخميره ديال الحلويات من وزن 8 غرام، ملعقة كبيرة ديال خميرة الخبز الفورية، وغنحتاج العلبة ديال الجبن، أي جبن عندكم سواء مالح أو لا ناقص من الملحة ولا اللي متوفر عندكم في البيت، وشوية ديال الزعتر. غادي نحتاجو كذلك واحد 3 معالق كبار ديال الزيت المائدة، وغادي نحتاج الحليب الدافئ، يعني على حسب كل دقيق وشحال كيشرب ديال الحليب، يعني ما نقولش لكم بالقياس بالضبط، من الحليب حسب الخليط. وغنحتاج قبيصه ديال الملحه. فوالا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. كانوا هادو هما المقادير ديال العجين، ودابا غادي ندوز للتزيين. التزيين بطبيعه الحال كل واحد يمكن لك تزيني بالحبه السوداء، ما تزينيش كاع، تقدري ديري غير صفر ديال البيض وخلاص، شويه قطيرات ديال الخل الابيض وديريه من الفوق بلا ما ديري يعني لا زنجلان لا حبه سوداء لا حتى شي حاجه. مي ما بغيتش نخليهم هكا كما كيقولوا قرعين، فبغيت نديرهم شويه ديال الزنجلان وهكا صفر ديال البيض. دونك غندير جوج صفار ديال البيض، غير جوج، مع قطرات من الخل الابيض. انا متوفر عندي هذا، تنستعمل غير هذا، ممكن ديري اي خل اولا تقدري ما ديريش، هو تيساعد باش تحمر العجينه. وقليل من الزنجلان اللي طبعا نقيتو، ما حمرتو ما حتى شي حاجه، غير نقيتو. هادو للتزيين. الوغ على بركه الله غنبداو في العجين. دونك غنحتاج 500 غرام ديال الدقيق على بركه الله. بعد ما عجنت العجينه وجمعتها وخليتها ارتاحت، وهي خاصها تكون رطبه وكتلصق في الايد باش تجيكم نتيجه زوينه وتنفخ لكم وتجيكم بحال البونج من الداخل، يعني مفشفشه من الداخل. الو قرصتها هكا صغيورين، خليتها ترتاح واحد 5 دقائق، ومن بعد دابا غنبدا نعمرها بالجبن والزعتر اللي وريتكم، قبل في الاول ديال الفيديو. هو هذا خلطت معاه ديك المعلقه ديال الزعتر، ودابا غنبدا نعمر به هذوك الغريصات اللي قرصتو انتما معايا.
ما عمرت دوك القريصات ديالي عمرتهم بالجبن والزعتر، حاولت اني نقرصهم وجمعت داك الجبن لداخل، حافظت عليه، حاولت نحافظ عليه لداخل، وخليتها هكا درتها خليه ديال النحل، استفتها تحت، درت من تحت ورق الزبده ودرتها هي من الفوق. تقدروا الا كانت عندكم لاطه كبيره، انا ما مصوفرش عندي، درت هاد المول هذا كيدخل الفران، غطيتها بالسلوفان باش ترجع شي شويه وترتاح، وعاد غندخلها الفران درجه حراره 150. انا حيت عندي فران ديال الضو اللي عنده البوطه ديال الغاز، غادي يعرف الفران ديالو كيفاش يطيب، وما نطيبو من التحت حتى يتنفخ ويطلع ليا ويبقى لي غير تحمر، ونشعل عليه من الفوق، ونتلاقاو بعد ما تكون طابت لينا خليه النحل ديالنا. نتلاقاو من بعد. فوالا البنات، كانت هذه هي النتيجه النهائيه اللي شفتو، فكتجي غزاله غزاله بزاف، وكتجي هكا كما كتشوفوا كتطلع يعني بحال البونش، كتجي رطبه بزاف وكتجي من الداخل كما كتشوفوا هكا، يعني مفشفشه ورطبه بحال السفنج، كتجي عامره بداك الجبن، صراحه كتجي غزاله البنات. نتمنى تجربوها وتعجبكم وتعجب وليداتكم، وخليت لكم الراحه مع وصفه اخرى ثاني على القناة. نتمنى يكون هذا الفيديو راقكم، اللي عجبو لا فيديو بوس فيغ وكومونتير زوين بحالكم. السلام عليكم.